نعم نعم. مرحبا السيد رضا هون. أيوة أنا أنا، تفضلي. طلبكم توافق عليه بخصوص الكريديت كارد، وحتى تستكمل الإجراءات المفروض تراجع البنك تبعنا خلال 3 أيام. أي طبعا بيجي، طبعا بيجي. شكرا إليك. شكرا. عفوا. الله ييسر لنا أمورنا. ألو فيسال، أنا رضا، اعذرني مو هون زهرة لحتى ضيفك كاسة شاي. شو هالحكي لك أخي؟ لسه كتير بدنا نشرب شاي كتير. شايف أخذنا موافقة البنك؟ إيه الحمد لله، نحن رح نصير أغنياء أغنياء. بس لسه هدول عليهم أقساط وفوائد، لنقعد ونحكي حتى ما ندوز على أرض ركبة، مو هيك؟ لك أخي أنا جاي حتى نحتفل، وأنت من هلأ أكل هم، روقنا. أنت عن أي هم عم تحكي؟ نحن يا فيسال من هلأ لازم ناخد تدابيرنا اللازمة. هلأ ترك هالحكي، أنا جاي لعندك لحتى عاتبك يا أخي. إيه في عرس وطنة ورنة وما عم تخبرنا. لك عرس شو؟ عن قريب رح بتصير الخطبة وما اتفقنا على التاريخ لسه، ولهيك أنا ما حكيت. والله أنت الله رضيان عليك، إذا بهاليومين فتحنا الدكانة وبلشنا الشغل بشكل منيح والله بتطلع كل مصاريف الخطبة. والله مو سهلة بهالأيام، صايرة بتكلف كتير.